تعرفك على الرجال، تعرفك على الديار، تعرفك على كل شيء، كل شيء طيب تعرفك على الهلب. البر يا طويل العمر لنا معها قصص، ولنا معها سوالف، ولنا معها يعني مواقف، كل شيء زين في البر. البر يا طويل العمر والسلامة، يمكن قبل 10 سنين كان أيام مرقابة، أو قبل 10 11 أو 12 كان أيام مرقابة، وكنا مشاركين في الحمر الأربعي، كنا مشاركين ذيك السنة، وكنت صغير ماني بكبير، كنت يا طويل العمر في السوق والشيبان رايحين للرياض. ألقى ذاك الحاشي المفرودة الحمراء الزانة، وألقاها وأسوها ب200، وأنا كنت صغير كان عمري يمكن 16 أو 15، وألقاها وأكلم محمد بن هادي بن جعشة العرجاني، يوم لقيته قلت يا أبو هادي في حاشي النية بنروح نشوف، سايمة هنا ب200 وحنا كنا بنشارك، وبنروح نشوف الحاشي عشان نتكلم الشيبان وتعلمهم، لأن الشيبان كنت أنا صغير ولا واثقين في نظري ولا يدرون، يقولوا الأعداء صغير ولا مفاقين فيني، يعني اني اشري شيء زين واعرف فيلم. المهم قال لا ماني براح معك لذي الحاشي، انا بجيب لك حاشي انا في ظهر الدنه وجاي للمرقابه. ذاك يوم يقول عاد يوم يقول لي كلام، قال المر كذا، والله لو بتدخل في خشم اللي يدخل ما ادري الحاشي اللي هو جايب. المهم لا نروح اركب انا وياه، يوم جت المرقابه اركب انا وياه ونروح لها. يوم رحنا لها الحاشي اللي ما له شكل الفردي، يا ابو هادي تكفى انزلت في السوق ذي تراها بتروح، قال لا ما عليك ان شاء الله ما يبراح. المهم وننزلها، يوم نزلناها واقوم انخاه قلت الحاشي بمليون وسومت مني انا يا وليد الجيبان، قال لا حد يسمعك تقول المليون، خل هاي بيسمون الرجال، يمكن تجيكم 6 يمكن تجيكم 7 يمكن تجيكم مليون يمكن تجيكم اكثر. قلت يا رجال الحاشي نزل في السوق راح. المهم أنا أكلم الشايب قلت يا أبوي في حاشن حمر فردي تجي خزامة في الحمر مثل الخزامة اللي في المغاتير، قال ما أدري ما يقول. قلت يا رجال عندي لا يهمك، هذه عندي أنا اعتبرها فردي. قال أجل عني بمشي من الرياض، ويحرك من الرياض جايني بيشوف، ويجيها سعود بن نايف الدبل ويوصلها فوق المليون والله عاد ما أدري كم، وأقوم أنخش الشايب تكفى البكرة بتروح، زادت علي والرجال جوها تحاضروا عندها وبياخذونها. قال يا ابوك ما ادري ايش يقول. قلت عندي في غشاش لا يهمك، واذا ما اخذت جائزه لا تقول وليد راح هناك. قال خلاص، ويكلم محمد بن فالح بن جعشه، قال يا محمد الحاشي شلون؟ قال حاشي فردي لا يهمك يا ابو وليد، حاشي فردي. المهم شريناها ذاك السنه ب1.7 مليون، شرناها ب1.7 مليون، شرناها ب1.7 مليون، شاركناها في الحمر وخذت في الفردي الثاني، وشاركنا بها في الكويت وخذت الاول، وشاركنا بها في الكويت وخذت الاول في الفردي. وابشرك البل كل شيء فيها زين، ونحبها من يوم ان عادنا ورعا، من اول قبل المزاينات وقبل لي يوم ان ندرس في الابتدائي وفي المتوسطه، لو ولدت عندنا ناقه والشايب ما هو موجود ندق عليها نقول البشاره وشاني، لا قال ابشر بالبشاره. كنا ترى ما نبرح للرياض ندرس بنغيب ذا الاسبوع، وتم لا كانت باكره يقول تم، لا كان قعود والله نعود للرياض وندرس. ادق على الشايب انا ترى اني شاري لي باكره، حول دراهمها وحول دراهمها، والله الحمد صار مشتراي يزكي في بنا يزكي، لاني بجاي انا اطيب من ابوي في النظر ولا اني بعرف من ابوي، لكن على ما قالوا من تعلمنا منهم ونعرف منهم الكثير. شفت والبل ما هو للشيبان وبس، يعني اني ما يشري الا راعي نظر، لازم شايب راعي النظر، بيجيك ولد وبيجيك شباب وبيجيك شايب وبيجيك عود، كل اللي يشري. لكن انت تحب البل وتعرفها وبدوي ومن يوم خلقت وانت معها، البل سهلة لك وزينها معروف وكل شيء فيها معروف. البل كل شيء فيها زين، والبل عادنا نحبها وحنا بزرع ما هو بذلحي. أنا كان معي حساسية وزكمة في الخشم، كنت ما داني ريح الرمث، لا شميت ريح الرمث ما غير عاطس، والخشم الله يكرمكم يمشي. المهم جيني ذاك الرجال ينصحني، يوم شاف حالتي راكب في الموتر، كنا نازلين في رمث راكب في الموتر ومزك تعبان، قال يا ولدي هو عود، قال يا ولدي استنشق من وسخ تراه علاج بعد الله بيفيدك.
تبل تم. وانا اروح وانا اجي تحت ذاك البكره وانا خلت انا انفشحت وموزرت وموزرت وانا اخذ منها وانا استنشق. لو استنشقته والله ثم والله يري انوجعه في قلتي مني يا حراره تقول كان كويني في راسي حرارته واني بارك عند رجليها ما عاد دريت هي ترمحني ولا هي مرمحتي. والله الحمد من يوم استنشقت الوزر وانا والله الحمد ما عاد جتني ذا الحساسيه وذا الزكام والله يمكن سنتين انها ما جتني. صرت لله الحمد اني اخذ الرمث يوم انها يزبرج اني اخذ منه وازرع في مزرعته والله اني ازرعه انا. شفت ما عاد علي من ريح الرمث ولا عاد علي من ريح البرسيم ولا عاد علي من ريح وكسرت استنشق على ما قالوا. لا جاتني استنشقت في السنه استنشق مره خاطي مره بعد ما هي مره استنشق ولله الحمد انقطعت وترى علاجي عندي انا يا وليد. والله اني كنت اعاني منها كنت اعاني منها موت لكن لله الحمد تعالجنا والبذيها فوائد كثير. البلا شديت معها تركت استانس والله انك لو تتعب تعب وش اخرها تعب استانس وناسه تعبها راحه تعبها تعرف اللي يقول تعب ما في تعب كله فوائد مستانس وفي خاطر ابلك وكل شيء يعني ما وش تبي البل كل شيء فيها زين حتى شديد هزيل لو ان فيه تعب زين.